سليمان يعني عطنا موقف مضحك في وسط هذه الحالة أو الوضع المأساوي اللي كان كنتوا عايشين فيه. أحد المحققين قال لي أنت طلبت العلم الشرعي؟ قلت له الحمد لله نعم. قال لي من الشيخ اللي أنت تأثرت فيه؟ طبعا وبسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تتعامل مع كل اسم يذكر في التحقيقات بريبة حساسية زائدة، فالإنسان حقيقة يخشى أن يذكر أسماء. وهؤلاء يعني عندهم في غوانتانامو المتهم مدان حتى تثبت براءته عكس القانون الإنساني المتفق عليه منذ الأزل. فقال لي من هو الشيخ؟ قلت له أخاف أنكم تمسون بسوء. قال لا لا ثق تماما أني لن أمس بسوء. قلت له أنا ما أتكلم عنك قلت له أنا ما أتكلم عنك شخصيا، من أنت يعني؟ أنا أتكلم عن حكومتك يعني. قال لي لا ثق تماما أن حكومتي لن تمس بسوء وهذا عهد سويته. بعد ما أعطاني العهود والمواثيق قلت له أكيد؟ قال لي أكيد. أخذ الورقة والقلم وبدأ يقول لي أرجوك ثق تماما. شو اسمه؟ قلت له أحمد. فأخذ القلم وبدأ يكتب بسعادة بالغة جدا، كنت أرى عينه تبرق من شدة السعادة لأن أول مرة أذكر اسمه. معلومات وهو يكتب الاسم أحمد منه يعني. قلت له أحمد ابن حمل. فأخذ يسجل الاسم بفرحة. فقال لي شنو جنسية هذا الشيخ؟ قلت له عراقي. أوف حزيته كانت أحداث العراق ها؟ نعم. فهذا لا شك جعل الموضوع مهم جدا جدا. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت حريصة جدا على وجود رابط بين أفغانستان والعراق بين. فرأيت فرحة غامرة في عين المحقق. قال لي من أي مدينة بالعراق؟ قلت له بغداد. يعني كانت ماشية حلاوة يعني. سجل معلومات القيمة والثمينة، كنت أشوف ابتسامته يعني تظهر ويحاول يكبتها حتى ما يظهر الفرح يعني كأنه أمر. قال لي متزوج؟ قلت له نعم. قال لي عنده أولاد؟ قلت له نعم. قال لي شنو أسمهم؟ تعرف أسمهم؟ قلت له كيف نعم صالح وعبد الله. فقال لي شنو كنيته؟ قلت له أبو عبد الله. قال لي هل هذا الشيخ عنده أي تطرف؟ قلت له أبدا. قال لي أكيد ما عنده علاقات مع رهابيين؟ قلت له لا أبدا. فقال لي لحظة شوية أبي أروح أتأكد، في معلومات عندنا مهمة جدا وصلتنا قريبة، أبي أتأكد بروح وبيك شوية بس أمهلني بضع دقائق. راح ورجع إنسان آخر عيونه حمراء وغضبان وضرب على الطاولة بقوة وقال لي تدري وين شيخك الحين؟ فقلت له أرجوك لا. قلت له أرجوك لا تقول لي إن قبضت عليه. قال لي نعم قبضنا عليه هو موجود الآن عندنا. فأنا سويت نفسي زعلان يعني، نزلت غطيت وجهي وقلت له يعني هذا خبر مؤسف وهذا دليل على غدركم. قال لي عموما شيخك في قبضتنا واعترف لنا بكل شيء. فقلت له بكل شيء؟ قالوا اعترف ان هو متورط في احداث ارهابية حدثت في العالم ضد مصالحنا احمد بن حنبل. فانا قلت له مستحيل شيخي ما هو ارهابي ولا لا اي علاقة باللي. قال لي نعم هو معترف. قلت له مستحيل انت حطمت نفسي انا بهالطريقة هذه. قال لي والمصيبة مو هذه. قلت له شنو؟ قال نعترف عليك. والله اعترف علي. قال فقلت له ما دام اعترف علي فهذه نهاية القصة ولازم اني انا اقول لك الحقيقة. فحسيت ان ارتاح نفسيا. فقلت له الشيخ احمد بن حنبل توفي منذ اكثر من 1200 سنة. انصدم. قال لي مستحيل المعلومات اللي عندنا ما تدل على هالشيء. تخرش المية. المعلومات اللي عندنا مختلفة تماما.